اهلا وسهلا فيكم بنات، كيفكم؟ اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. رجعتكم بفيديو جديد وتحدي جديد. فيديو اليوم مره حماسي بنات. تخيلوا احد يقولكم لازم تاخذون شيبسات وشوكولاتات ب 100 ريال، مره شعور حلو. بس تخيلوا احد قالكم راح تشترون سناكات بس ب 5 ريال. هو تحدي يحمس ويخوف في نفس الوقت. يحمس لو طلع لي 100 ريال، بس شويه ما يحمس اذا طلع لي 5 ريال. ما ابي اكثر عليكم كلام بنات، الظروف هذه راح تحدد فطوري، غدايا، عشايا، سناكاتي كل اليوم كامل. بما انه احنا نفطر ونتغدى ونتعشى 3 وجبات في اليوم، ومره في اليوم عندنا سناك، فراح احتاج 4 اظرف. كل ظرف حطيت فيه مبلغ، المبالغ هي 100 ريال، 50 ريال، 10 ريال، 5 ريال. احس 105 هذا فوق وهذا مره تحت، بس احس كذا يكون حماس، يكون كذا اكشن. يلا خلونا نبدا فيديو اليوم ونبدا باول وجبه اللي هي وجبه الفطور. بس اللي ما اشترك للحين انزلوا تحت اشتركوا، حطوا لايك كثير يفيدني اللايك بنات. يلا توكلنا على الله. تمام، بحاول كذا خربطهن قد ما اقدر، عشان انا في كل الاحوال ما راح اعرف ايش داخلها. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اخذ هذا، لا احسه خفيف. تمام، راح اشقها من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، احسه خفيف. هي 5 هي 100. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه بنات، 100 ريال، 100 ريال. مره مبسوطه اصلا، شافت المية كذا تفرح وتشرح الخاطر. بس 100 ريال في الصباح في الفطور، اوكي حلو انه ابدا يومي كذا بمبلغ كبير اخذ اللي ابي. بس صراحه والصدق اللي كنت اتمناها تطلع لي في السوبر ماركت فقره السناكات. بس اوكي عندنا 100 ريال راح نفطر فيها. ايش تفطرين يا زهره؟ وش الفطور اللي ليق له 100 ريال؟ احس انه اليوم راح اطنخ واروح اغلى مطعم فيك يا الحساء. ايوه كاش. كله كم؟ 99. تمام، حسابي ب 99 ريال، بقالي ريال. هذه اول شيء البرجر، برجر لحم. بنات شكله مرة شهي، المطعم هذا أول مرة جيته. بسم الله، يا الله هذا جوي. البرجر اللي مش مرة كبير، جبن مرة جديدة، بصل كذا مكرمل مرة لذيذ. لما تبي تخلص توقف تمط، خلصي علينا لحول. هذا ايش؟ هذا بينو. السبايس اللي فيه مره لذيذ. سخن نقابي دقيقه. هذا اكثر شيء انطلب عنده، نوع من انواع الجبن، نوع من انواع البطاطس. نرجع لطبقنا الرئيسي ونفطر. بنات وش هالفطور الاسطوري؟ الفطور مره لذيذ. انا مستعده مش اتغدى بخمسة ريال ولا اتعشى بخمسة ريال، انا مستعده اصوم اليوم كامل. رجعت لكم بوجبه الغداء ومره متحمسه اشوف ايش بيطلع لي، اي ظرف اي واحد فيهن. فخلوني اصفط على جنب وكذا اختار ظرف عشوائي واشوف ايش راح نتغدى مع بعض. فيلا يلا خلونا نشوف كم بيطلع لي. الشمس ما شاء الله تبارك الرحمن قوية، هي 3 اظرف. فيلا خلوني اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص باقي، ها خلاص باقي، خلاص يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بشوف اي واحد. بسم الله بسم الله بسم الله، يا رب يطلع لي 5 أو 10 عادي، لأني ما أبي 50 الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسه خفيف، أحسه 10. بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعة عيوني بنات 10. وربي إني ما أعرف، بس بنات عندي إحساس، أحس إن دقيقة هذول لهن وزن. تدرون لهن وزن؟
دقيقة، هذه أحسها خمسة ولا أحس الزبدة. ترى مرة أحس بالفلوس، أحب الفلوس ترون وأحس فيها. لا تحسبوني إني أعرف، والله ما أعرف وش داخل الأظرف ولا حتى شف، بس تروني أنا أحب الفلوس، واللي يحب شخص يشعر فيه. أنا شعرت إنها 10 وترون 100، كنت حاسة إنها 100 أصلا، كنت حاسة إنه لازم فطول بيطلع لي 100. الزبدة طلعتنا 10 10 10. أوه يا العشرة، العشرة هذه تسوي لنا كثير، بالذات وجبة الغداء. الحين بأفحمكم وأوريكم إيش راح ناكل بعشرة ريال غداء. فيلا كم الكشري؟ سادة صغير. شكرا. كجبالي أخذ ربع كبسة بخاري، بس قلت أقل شيء 15 ريال 16 ريال. إيش الشيء اللي بعشر ريال وأقل؟ تذكرت محل كشري يبيعون الكشري الصحن الصغير السادة بدون دجاج ب9. طيب لما رحت لهم للأسف طلع ب12 ريال، فزدت من عندي ريالين. صراحة لو كنت أعرف ما كنت بروحه، بس والله إيش أسوي ما أعرف. الزبدة أخذ كشري، هذا المحل صراحة مرة أحب الكشري حقها. فيلا خلونا نتغدى. لا من جد ترى كامل 9 ريال. بس أنا زهرة من متى أخذت؟ يمكن سنة سنتين ما جيت عندها، من زمان. هذه الصوصات اللي تجي حط ملعقتين. هذا صحن الكشري، الكشري حقها لذيذ يا بنات، مرة لذيذ. معايا مويتي، ما أخذت من عندهم مشروب غازي، حسيت إنه خلاص ريالين انتهى. أصلاً أنا بقى عندي ريال من الصباح، فيعني زدت من عندي ريال واحد. بسم الله. شوفوا هذه، لا تصبونها كاملة لأن هذه مرة سبايسي. أحس بنصها بعدين أشوف. بسم الله يا جماله، ما شاء الله تبارك الرحمن. وش ذا؟ هذه حطوها كاملة. الله، مرة لذيذ، بس أحس إني أحتاج سبايسي زيادة. بس كذا يا بنات تغديت الغداء مرة لذيذ صراحة صراحة. تسلم يدين، تسلم يدين الطباخين. الكشري ولا غلطة مرة لذيذ. كني فيني قهوة، كني أبي قهوة، أبي شيء أشربه. ف فيني قهوة بس نفس الشيء فيني حماس بنات، مرة متحمسة. هنا في 50 ريال تعاين، تقول زهرة أتحداك تاخذيني، أتحداك تصرفيني، فأحسني أبي أخذ إن شاء الله تطلع لي 50. يا رب تطلع لي 50، عشان أنا 50 أبيها في السناكات. العشاء عادي، حتى لو تعشى ريال خبز ما عندي مشكلة، والله أبي كذا أشياء حلوة. من أول ما سويت التحدي قاعد أدعي ربي يا رب إنه 100 ما تطلع لي إلا في وقت السناك، ما الله كتب. فباقي الحين عندي فرصة أخيرة، فرصة محتملة 50% إنه يطلع لي 50 ريال الحين، وراح أنبسط فيها. بسم الله يا رب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ها خلاص؟ خلاص؟ 1 2 3 4 5. خلاص هذه هذه تمام. بسم الله، ما شفتها ولا أعرف وش هي، وراح أشقها منها. بس خلونا أتوقع، ليش أحسها 50؟ يا رب 50، يا رب 50. أنا قاعدة ألمسها من هنا، فعشان كذا أشقها من هنا براحتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب 50. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله، إذا 50 بكون سعيدة، وإذا 5 ريال بنات والله بزعل، والله بزعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات 50 بنات، وربي أنا ما أدري إيش، أخاف تحسبوني حرامية، أخاف تحسبوني أعرف، والله ما أعرف. بس أنا قلت لكم بس أحبها وكذا أحس فيها وأشعر فيها. 50 لطيفة، 50. الحمد لله رب العالمين. أول شيء ما أتخيل إنها تطلع لي 50 ريال عشاء، لأنه أنا خلاص فول الأكل. الفطور أعطاني، أنا شوفوا كيف، إذا كنت فطور حلو يعطيني شعور اكتفاء طول اليوم. ممكن أجي أتغدى سلطة، ممكن أتغدى قطعة صدر مع خيارة، بس عرفت. فجاني الفطور يهبل ويشبع، وجاني الغداء كشري، فحس إن العشاء ما أبي شيء ثقيل. العشاء ب5 ريال، عندنا خيارات كثيرة ب5، ما في مشكلة. الحين خلينا نستمتع ب50 بنات. اللهم لك الحمد اللي رزقني إياها إني أروح فيها السوبر ماركت. أي محل أروحه قليل،
اي شيء اكله قليل الا الحلويات. الحين ادري ايش بسوي، ب 25 ريال باخذ لي قهوه من ستاربكس، هي حدود 25 29 شيء زي كذا، والباقي بروح اخذ لي فيه شوكولاتات شيبسات. يلا توكلنا على الله. الحين كذا انا رضيت، الحين انا والله العظيم كنت بزعل، بزعل من مين ما ادري، يمكن من نفسي من الحياه بزعل، بس الحين رضيت خلاص. يلا نروح نروق بها ونشهي صيها. يلا بنات، احس انه ايه اليوم الحلو ده، ايه الفلوس الحلوه دي، الفلوس قاعده تترتب لي بالطريقه اللي انا احبها. والله من اول وانا اتمنى ان الخمسة ريال تجيني يا فطور يا عشاء. احس فطور عادي بفطر اي سندويش، البوفيات كثيره الصباح والخيارات كثيره، خمسة ريال ممكن اربع اخذ برجر وريال اخذ لي شاهي ولا حليب ولا اي شيء. السلام عليكم. بغيت واحد كراميل مكياتو لارج واكسترا شات بس. تسلم، شكرا. حسابي ب 29 ريال يعني يبقى لي 21. شكرا. بقى لي 21. وقبل كذا ما اطلب جاني شعور انه يا زهرة ليه ما تطلبين براونيز، لاني احبه، بس حسيت براونيز واحد لا، ب 21 اقدر اخذ خيارات اكثر من السوبر ماركت. شكرا. اخذت قهوتي ويلا يا حبايبي اخذنا قهوتنا، ويلا على اقرب سوبر ماركت ناخذنا سناكات وشي لطيفه. جيت السوبر ماركت وببدا اخذ الشوكولاتات اللي ابيها. شو هنا فيه؟ هذا 2 ب 8. اوه شو هذا، كامل 8 ريال. شو هذا 9. احس هذا قسم البسكيت، خليه قسم الشوكولاته بعد. شوفوا هنا قسم المستورد عليه خصم، مستورد فيه تذكرونه شوكولاته الزرافه 9. بس ما يحمسون. ايوه هنا الشوكولاته، الشوكولاته هذه تعرفونها اللي زي نص البيضه، بنات هذه مره لذيذه، هذه مش احب، هذه اعشقها، طعمها مره حلو غير اي كندر بتاكلونه في حياتكم النوع هذا بالذات. ابي اخذ لي شيبس وكذا خلاص. هذه ب 10 ريال ونص يعني بقى عندي 10 ونص، هذا ب 5 ريال ونص باخذ لي حبه. بسم الله. ما اخذت عربيه، حسيت انه خلاص مشترياتي قليله. شوفوا الحجم اللي اكبر شويه، شفتوه هذا اللي بين البين، مش الصغير ومش الكبير، ب 9 ريال صار ب 6 ريال، بس ما في منه الاورجينال، ما احب الا اكثر شيء الاحمر هذا، ما احب النكهات الباقيه. يلا بقي عندنا بنات كم؟ بقي عندي 5 ريال كامله. احس اني والله ذكيه قاعده اجيب اشياء كذا طعمها لذيذ وحلوه وموفره. بنات كل شيء في الحياه حلو والمطاعم حلوه، بس السوبر ماركت احلى واحلى. كذا شلونكم تتسوقون؟ يا ربي لا تحيرنا، عندي 5 ريال محتاره ايش اخذ فيها، في اشياء كثيره بس احس لا لازم اشتري شيء انا ابغاه. ايش الثلاثي المرح؟ شوكولاته وشيبس ومشروب صح، بس انا ما ابي مشروب، ما ادري كذا اخذ شيء بسكوت، لان الحين عندي شوكولاته عندي هذا، احس شيء بسكوتي كذا قرقوشي يتقرقش لما ابي مع الحليب او شيء. رجعت قسم البسكيت، شوفوا هذا بخمسة ونص، بس كذا بينقصني 5 5 ونص، وانا اصلا البسكوت هذا مره احبه، بس كذا بينقصني نص ريال عادي اكيد. طيب شكرا بنات، كذا كذا اخذت مشترياتي كلها. يلا خلونا نحاسب. راضي وسناكاتي بنات بنات بنات. قلت لكم حسابي 21 ريال ونص صح؟ قلت لكم عادي اخذ بنص، قلت لي اي عادي، تجملت وسلمت والله يجملكم. الحساب يا بنات ب 20 ريال ونص، شوفوا اعطيته 21 وجاي رجعوا لي قروش. لا خلاص شفتوا كيف؟ شفتوا كيف الجميله زينه؟
قلتوا لي عادي والحمد لله ما احتجت، يعني كذا مشيت انا بالميزانيه. ايش رايكم دخلنا في العصر وطلعنا في الليل المغرب الحين؟ وبس كذا يا بنات اخذت السناكات، شفتوها اتوقع شفتوها واضحه لكم صح، برينجلز والكندر، هذا بيرك وهذا اكثر شيء كذا. يا الله يا بنات، يا الله يا الله قديش لذيذ. خل اقول لكم قصه، ما كنت اشتريه واروح اجيب ملعقه من البيت واكل، بعدين جيت اتصرف مع اختي قلت اغبياء كيف سووا منتج زي كذا وما في ملعقه؟ قالت زهره شوفي الملعقه هنا، ملعقه هنا يا بنات، اذا كنتوا نفسي اذكياء وما شفتوها عينوها. تمام شوفوا شكله، شوفوا داخل شوكولاته سوداء بنات، مره لذيذ مره حلو. تذكرون احنا صغار منتج ايش هذا؟ تذكرون احنا صغار منتج كان يجي زي القلب نصه اسود نصه ابيض زيه واحلى منه. هذا وهذا في البيت، ما راح اكلها الحين وراح افتحها، راح اخليها في الليل على مسلسلي. فكذا خلصنا فقرة السناك والقهوة، راح اشوفكم، اصلا بقى عندنا الا 5 ريال في فقرة العشاء ان شاء الله، ف اشوفكم بعدين. وصلنا لوجبة العشاء، عندنا 5 ريال، تحسون 5 ريال بتجيب عشاء ولا ما بتجيب، بتكفي ولا ما بتكفي؟ ابى اقول لكم انه بتجيب عشاء ولذيذ وتكفي، وباخذ مشروب معاها، كل هذا ب5 ريال. بنات انا مرة احب فكرة الميزانية، احب تعطوني فلوس معينة وانا اخترع شيء يكفيها. ايش جاي على بالك زهرة تاكلين؟ ايش تبين؟ اول شيء ابي اكل حاجة حامضة، زي ايش مثلا؟ زي جبنة وزن، عارفين المكس الاجبان اللي يجي هذا ابي اخذ منه، ابي اخذ منه اللي يحط اللي ينحط بالكيلو هذا ابي اخذ منه، ابي اخذ منه بس كمية قليلة يعني 2 ريال 3 ريال، عشان ابقي ريال اخذ خبز وريال شاهي، انا جبنة حامضة يعني شاهي لازم. فيلا خلونا نبدا ونروح نجيب جبنتنا وعشانا ونتعشى احلى عشوة. الخمسة هذه صراحة كنت اقدر اخذ فيها عدس، اقدر اخذ فيها برجر، اقدر اخذ فيها ساندويتش كباب، بريالين ساندويتش كباب يعني، كنت اقدر اخذ 2 مع موية ولا عصير، بس لا فيني شيء كذا حامض مع شاهي. فيلا السلام عليكم. بغيت مفروكة بس كمية قليلة، بغيت ب3 ريال. أيوة حسيت إني صدمت عيشته. الكيلو منها ب42، أنا بس ب3 ريال. لا بس 3 ريال، طلعت 3 ريال ونص. شكرا اخذتها ب3 ريال. يلا نروح ناخذ خبز بريال. هذا الخبز مرة لذيذ، يكون حبات وصار كذا. أخذت ب4 ريال، لازم أبقي لي ريال عشان أجيب شاهي، الوجبة هذه لازم شاهي. السلام عليكم. شكرا. كسبت ب4 ريال ورجع لي ريال نصين. تمام فكذا بقى لنا ريال للشاهي. خلونا ننطلق الاقرب بوفيه اخذ شاهي. ايوه السلام عليكم. السلام. بغيت شاهي، بكم الشاهي؟ شاي ساده. ايوه بدون لا لا بدون سكر بدون شيء. تعال تعال بكم؟ ها؟ بكم؟ ريال واحد بس، ها؟ بدون سكر بدون شيء. الله يعطيك العافيه. شكرا. وصل الشاهي، أقدع شاهي وألذ شاهي وأرخص شاهي بريال. يلا خلونا أضبط كذا مكان نتعشى. يلا خلونا نتعشى جبنتنا الجميلة اللطيفة ب3 ريال يا بنات. 3 ريال وهللة يمكن، بس ما حسب لي الهللة. والله الخبز هذا مرة لذيذ مع نوعية الجبن هذا.
في بنت مرة قالت لي في تحدي إيش لا إله إلا الله، ما أعرف تحدي إيش، بس تحدي زي كذا ميزانية، قالت لي أني شريت أنا من لولو رز برياني، شفت من قلت له حطي بس بريالين، ورحت أخذت تشيكن مسالة شيء زي كذا قلت له حطي بس 3 ريال. بعدين البنت كتبت لي زهرة يعني كيف أنت قدرتي تسوي زي كذا، أحس مرة إحراج، أحس لو أنا بموت من الإحراج، ما بقدر أطلب العامل عطني بس بريالين. ليه 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 ليش؟ وش اللي يحرج فيها؟ الفلوس فلوسي، أنا بدفع بريالين صح؟ والاختيار اختياري، أنا اختار المبلغ، اختار ريالين 10 20، والمكان يسمح يعني نظامهم يبيعون بريالين بريال 3 ريال عادي. لو كان ما يسمح نظام مثلا لازم أقل شيء 10 ريال 15 ريال عادي، بغير بختار خيار ثاني، يعني بصير أنا عندي خيار نختار شيء ثاني، ما في شيء يحرج. هذه طلبت منه 3 ريال، الكيلو حقه ب42، ليه ما استحوا انه يبيعون كيلو جبن عادي ب42 ريال؟ ليش ما استحوا؟ خذوها قاعدة، اللي ما يستحي منك لا تستحي منه، يعني ما استحوا المفروض يبيعونها ب25، ليش 42؟ ليه؟ خلاص ما اللي ما يستحي منك لا تستحي منه، واطلبوا اللي تبون ولا تستحون فلوسك وحلالكو عادي، ايش دعوة ليه؟ خير عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، هي اسمها مفروكة اتوقع، جبنة ومعها جزر ومعها اشياء والله ما اعرف وش هي بعد، بس مرة لذيذة، في منها سبايسي وفي منها العادي. سبايسي مرة حلوة، بس انه ما اقدر اشربها مع الشاهي، وانا احب الجبنة مع الشاهي، من ألذ الوجبات عندي صراحة. الله على اللذاذة، قال أخلص أكلي وبس كده. أحباني وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يا ربي عجبكم، أنا عن نفسي مرة انبسطت ومرة عجبتني التجربة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناة، أحبكم، أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.